المنتوج الوطني موجود بالبلد، يحتاج دعم الدولة، يحتاج أنه يشجعون الصناعيين العراقيين حتى يكافحون البطالة، وبالتالي يصير العراق بلد يعني منتج، أي أحسن ما يكون بلد مستهلك ومعتمد على الاستيراد. يعني بالدرجة الأساس ممكن الصناعات الغذائية، ممكن أشياء الصناعات البلاستيكية، هاي ما يحتاج العراق يستوردها من الخارج، ممكن نعتمد على المنتوج الوطني. والله صعب واحد يعطي إحصائيات، لكن المشكلة أنه السوق العراقية مليئة بالمنتج المستورد ومنتجات رديئة ليست بالنوعية الجيدة. ما أقدر أقول لك أنه يكفي الحاجة لو لا، لكن على الأقل الزراعة، على الأقل المواد الغذائية ممكن توفر جزء كبير من احتياج الشعب العراقي. هي أكو منتج وطني حقيقي مثل البانه بغريب، يعني البارح احنا اخذناها وجربناها، فشي كلش راقي، احسن من الايراني واحسن من التركي، وانتاج كلش قوي وطيب. والله دعم المنتجات الوطنيه احسن، المنتجات الوطنيه كلش راقيه وطيبه، يعني وصناعتنا كلش زينه، وفر بصف احتياجات الشعب وفره، اي وعالم هواي، ورخيص، ارخص من الايراني وارخص من التركي، ونوعيه كلش جيده. نعم اكو منتج وطني مثل معمل ابو غريب، مشتغل معمل كربلاء، اكو معمل يمكن سجاد بالعماره او البصره، ما اعرف يعني بالضبط وين، بس اكو منتوج وطني ان شاء الله، واحنا نشجع المنتوج الوطني. دمرت العالم هاي المنتوجات بالمواد الحافظه اللي دمرت وانتشرت هاي الامراض، السرطان بسبب الامراض هاي كله من وراء المواد الحافظة اللي موجودة بهاي المنتوجات. يعني نقول احنا كبداية خير هسه بدينا يعني، بس ان شاء الله بالمستقبل القريب وبالايام الجاية ان شاء الله يعني يكون عن تجار انتشار واسع كلش يعني بالبلد، وراح يشغل هواي ناس، وراح يعني ناس هواي تلتجئ الى هذا المعامل. مثل انا اكون معمل كنز معجون طماطة اللي موجود بالنعمانية، فان شاء الله هذا يعني كان شغل اعداد كلش كبيره. معمل نسيج الكوت اللي قلت متوقف هسه، سمعت يعني بين راح يشتغل، ومن خلال الاخبار من خلال جسمه، وان شاء الله بوادر خير، وان شاء الله البلد بخير.